استاذ مصطفى، كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وكل الشعب المصري بخير. يا رب مصر دولتنا بلدنا العزيزه تفضل بتعيش في امن واستقرار. طبعا النهارده الجميع الشعب المصري بيحتفل بالذكرى التاسعه لثوره 30 يونيو، الثوره اللي حررت الشعب المصري والدوله المصريه وحافظت على هويتها. كل سنه ان شاء الله ومصر منتصره وعزيزه علينا. طبعا وزاره الداخليه بمناسبه تلك الذكرى الوطنيه كانت قد اعلنت عن المبادره الوطنيه كلنا واحد تحت رعايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا ده بتيجي في الدور المجتمعي الامني الذي تقدمه وزاره الداخليه. تلك المبادره شهدت اقبالا كبيرا جدا من جانب الشركات والمولات والمطاعم، يعني مش بنقول شركات ومش هتوصل للمواطنين اللي موجوده في الاماكن الشعبيه، لا انا بكلم حضرتك دلوقتي وبنكلم كل الساده المشاهدين، احنا موجودين دلوقتي في امبابه في احد المطاعم اعلن عن انضمامه ضمن طبعا المئات من المطاعم في على مستوى الجمهوريه، اعلن لانضمامه لتلك المبادره مبادره وزاره الداخليه كلنا واحد، واعلن بالفعل عن تخفيض 20% على جميع المأكولات. زي ما احنا شايفين استاذ مصطفى ده طبعا شعار المبادره، بتشتغل طبعا اغاني وطنيه في ذكرى المبادره. معانا النهارده واحنا موجودين في امبابه الشيف طبعا ناصر البرنس اللي اعلن عن انضمامه لمبادره وزاره الداخليه كلنا واحد، كان عنده رسالته النهارده. طبعا شيف ناصر كل سنه وانت طيب، النهارده طبعا بنحتفل جميعا بالذكرى التاسعه لثوره 30 يونيو. طبعا فرحانين كلنا، طبعا البلد كلها فرحانه، حاجه جميله طبعا ثوره 30 يونيو جميله، المبادره كلنا واحد بتاعت وزاره اللي منظمها وزاره الداخليه تحت رعايه وزاره الداخليه وتحت رعايه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، حاجه جميله قوي، ربنا يحميه ويحفظه، حاجه جميله، ناس فرحانه. انا النهارده عامل خصم 20، في ناس عامله 30، في ناس عامله 70، مصر كلها فرحانه، وحاجه انا سعيد جدا باليوم ده صراحه، ويعني النهارده يوم عيد للمصريين كلها والله بجد، دي حقيقه يعني، وربنا يعديه على خير ويسترها ويستر بلدنا ويحمي بلدنا ويحفظهم ان شاء الله ويحمي شعبها ويحمي رئيسها ان شاء الله. حبيبي يا فندم بشكرك جدا. شاكر، كل سنه طيب. حبيبي حبيبي. شكرا. ودي كانت ابلغ تحيه زي ما احنا قلنا لحضراتكم، مش بس الانضمام لمبادره وزاره الداخليه كلنا واحد في الشركات الكبيره او في المولات، لا ده احنا بنتكلم حضراتكم من امبابه الجميع انضم للاعلان عن تخفيضات مبادره وزاره الداخليه تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى التاسعه. زي ما انت شايف استاذ مصطفى يعني الثوره كان واحنا ايام في سنه 2013 كان الجميع بيبحث عن الامن والاستقرار والناس تبقى مبسوطه، زي ما حضرتك شايف هو ده المشهد. الناس الحمد لله شكراً. النهارده بعد 9 سنين من ثوره 30 يونيو زي ما احنا شايفين الحمد لله بلدنا شكراً. بتنعم بالاستقرار والامن. استاذ هاني النحاس شكرا جزيلا لك.